هيا فلنلعب بالورق. عجبا، ما خطب ساعتي. لقد تأخرت على القطار. ولكن ما الذي يجري؟ ما خطب ساعتي؟ ولكن هناك شيء غريب. أجل، لا أحد يعرف ما الوقت أبدا. الفوضى عارمة. أريد شطيرتين باللحم كبيرتين رجاء. آسف، بحسب الساعة تأخرت، لا نقدم الفطور. لا لتناول شطيرة لحم؟ لا، لإنقاذ غوثم. لدينا وقت. نحتاج إلى خطة. أو يمكنني أن أطير. لا، سيخدعك مجدداً. فلنتسلل إلى الداخل. تبدو الأبواب صغيرة. أظنني أعرف ما العمل. يمكننا. حقاً، اسمعوني جميعاً. لا تهتموا. سأدعي تسليم البيتزا. لا، يجب أن أتكلم هذه المرة. عندي فكرة. أحب البيبروني. لقد قلت عندي فكرة. عفواً ريد، نحن نسمعك. حسناً، يظن كويز أنه الأذكى ويعرف كل شيء، صح؟ فلنستخدم هذا لنتفوق عليه. كيف؟ نشدد انتباهه بلعبة أحاجن. أنا ذكي جداً، انظروا إليهم، من هنا يبدون صغاراً. مرحباً كويز. ألست ذلك الفتى الأحمر الصغير؟ ما رأيك الآن بلعبة أحاجن؟ حقاً؟ وأخيراً، باتويل ممتع. حل الأحجية. هذا ما أقوله بالضبط. حسناً، ريدلر يقول هذا، لكنني شريكه لذا أقولها. بأي حال، تكلم. اسمع، ما هي الكلمة الخطأ التي تقولها في كل مرة تتحدث؟ إن هذا سهل جداً. إنها معنى لحظة، ولكن لما نقول كلمة خطأ كل مرة؟ نحن نتعلم الكلمة الصحيحة. أنا لا أفهم، يجب أن أحلها. تبدو سهلة جداً. هل تستسلم؟ هذا ليس منطقياً. أنا أعرف الجواب عن كل أحجية. خطأ. ولكن ماذا تقصد بذلك؟ فأنا أعرف كل أحجية، لكن هذه هي الكلمة الخطأ التي تقولها كل مرة. هي كلمة خطأ. ماذا؟ هذه خدعة. لا، بل أحجية، ولكن هذه خدعة. باتوينغ، الآن. هاها، انظر ما لدي. جهاز الوقت المتطور الخاص بي مع علبة الطاقة الإضافية. لا. باتويل، الآن. هذا مؤلم. آسف كويز، لكن وقتك انتهى الآن. ولكن هذا غريب. الوقت إلى الطبيعة. ولكن هذا لا يصدق. تعمل مجددا. أنا أريد فطوري. هل أطلب الكثير؟ في الواقع نحن نقدم الفطور. أجل، لقد غششتم جميعاً. أنتم لستم أذكى مني أبداً. لا أحد أذكى مني أنا. الشرطة قادمة الآن. عملنا هنا انتهى. يطير الوقت حين لا نكون نستمتع. لدي أحجية. من الأسرع والأذكى وصاحب القلب؟ رغم عمره الصغير يستطيع حل كل الأحاجي.